أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذا القول؟ أهل السنة والجماعة قسمان، القسم الأول مدرسة ابن تيمية وابن القيم. القسم الأول إيش؟ مدرسة ابن تيمية وابن القيم. ما أنا مدرسة يا أخي، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بالمسألة مسألة مدارس، مسألة سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب اللي معكم شرح السنة، سنة من؟ ها؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما ابن تيمية وابن القيم والإمام مالك والشافعي وأحمد والأئمة إنما هم مبلغون فقط ومبينون لهذه السنة، أي قال مدارس. نعم. جعل في تتمة سؤاله: الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ من خالف أهل السنة فليس منهم، والأشاعرة يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام في العقائد، يتلقون العقائد عن علم المنطق، ومنين يكونون من أهل السنة؟ تلقيهم غير تلقي أهل السنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.